اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا الكوسه. الكوسه دايما محددين اقامتها مع لحمه مفرومه محشيه او مع كوسه جراتان او كوسه بالبشاميل، فدايما اللحمه المفرومه بنت عم الكوسه. ولكن نعمل طاجن الكوسه باللحم الكندوز او الضاني، دي موضوع كبير جدا. هل اللحمه هتستوي قبل الكوسه ولا الكوسه تستوي قبل اللحمه؟ التفاصيل دي هنشوفها مع بعض ان شاء الله بالكوسه الجميله الطازه ولحم كندوز معانا. معانا كمان النهارده ريزوتو بتشكيله من الخضار. الطبق ده بيهديه لكبار السن والاطفال، قيمته الغذائيه عاليه جدا وخاصه للامهات والسيدات الحوامل، بما ان البسله غنيه بالبوتاسيوم والجزر فيتامين سي والكوسه مفيده بالالياف. فتعالوا نعمل طبق روزيتو قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكوناته في متناول الجميع. العصير بتاع النهارده عصير يساعد على الهضم ودايما يتطلب وجوده على السفره، اللي هو الجرين سموزي او السموزي جرين. ليه سموه كده؟ لان كل حاجه فيه خضره، تفاح اخضر، نعناع اخضر، معانا عسل نحل، معانا التلج هينضرب في قلب الخلاط. بالتاكيد لو انت عندك شويه فستق حلبي تبقى كده انت احسن مني. مش عايز اطول على حضراتكم، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. حابين نطلع فاصل يا شباب ولا نكمل؟ انا معاكم. حلو؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف مقادير الريزوتو على ما الشوربة تبكبك قدامي عشان أنزل بالكوسة. معانا لسان عصفور، ومعانا بسلة، ومعانا جزر متقطع مكعبات، وجبنة موزاريلا، وكوسة، ومن الخضرة بقدونس، وخلي بالك شوية زعتر، مكعبين من الزبدة، وملح وفلفل. هنعمل طبق ريزوتو جامد جدا والله. لو عندك لحمة مفرومة أهلا وسهلا، بس احنا عاملين طاجن كوسه باللحمه هنا فمش محتاج لحمه مفرومه، فانا هكتفي بوجود الخضار، ويبقى الطبق ده هيلسي صحي فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. يكفي ان فيه البسله والجزر مهمين جدا. هنبدا ان احنا نشوف الشوربه بتاعتنا اخبارها ايه. هو ده اللي انا عايزه، ونشتغل على النار دي. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمل الريزوتو. حلو. نخليها تغلي كده على نار هاديه زي الفل، تمام، تواصل عملية السوى. دايما الخضار او طاجن الخضار بعد ما يغلي بتحطيه على نار هادية كده او في الفرن عايزة تسبكيه. شفت اللحمة مستوية ازاي؟ وانا بعشق اللحمة، الحتة اللحمة الملبسة اللي فيها شوية دهون كده لما تكون مستوية، بس انا بحب الكوسة دايما اللي مستوية في المرق بتاع اللحمة. ده بيرجع لمدرسة المطبخ السعودي. ايه يا عم الشيف المطبخ السعودي بيقول؟ بيقول الجرسان او المرجوج او الكبسه بالخضار، دايما لما بنسلق الخضار في قلب المرق بتاع اللحم، الطعم بتاع اللحم وبتاع الخضار بيبقى لطيف وجميل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الريزوتو بتشكيله من الخضار. انت ممكن تكوني احسن مني، عندك سبانخ مش هتقول لا، عايزه تحطي قلقاس مش هيقول لا. حلو الكلام. عايزه تحطي مشروب مش هيقول لا. بس تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. طاسة شديدة الحرارة على النار، بنحط فيها زيت زيتون، ودايما مدرسة المغازي بتقول مكعب من الزبدة علشان يساعد على احمرار البصلة. حلو. ده اختياري والله، انت عندك وقت والوقت بتاعك ومعكيش مخرج هيقولك معاكي الطايم بتاعك قد ايه، اقعدي جنب البصله قلبيها وعندك طول بال، ما عنديش اي مشكله. بس البصله هنا ميتها هتنشف وهتفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها لغايه لما تديكي لون الاحمرار. اهو شفتي؟ دي بصلايه لطيفه وجميله، هاخدها زي ما هي كده اسقطها على الزبده والزيت. الله، هو ده. وابدا اقلبها. شفت الحلاوة دي كده؟ اهو ده اهو. شوفي بقى انا هعمل ايه دلوقتي حالا. والبصلية بتتحمر،
ركزي بقى عشان هنا الموضوع صعب جدا. انت ممكن تعملي الريزوتو ده وتعبانه فيه واشتريت كل الماتيريال بتاعك او المقادير، وتتفاجئ وانت قاعده على الاكل وانت بتاكلي في الريزوتو ده الجزر ده بيكسر سنان جوزك ولا حماتك، مش مستوي. ما انت عملت ايه؟ حطيته كله مع بعضه وما جاش على بالك وما خطرش على بالك ان الجزر بياخد وقت كبير في السوى غير البسله وغير الكوسه. فاقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد اول حاجه الجزر ده كده واستفيد بالتايم بتاعه وبالوقت بتاعه وانزل بيه هنا كده واسيبه مع البصلايه يتحمر. يبقى انا كسبت حاجتين وضربت عصفورين بالحجر، بحجر واحد زي ما بيقول. يعني ايه؟ البصلايه بتتحمر والجزر بيستوي وانا واقفه كده. شفت المطبخ في فنيات، في تركايه كده لازم تتعلميها اهو. طب هل الجزر وجوده هنا يأثر على احمرار البصله؟ ابدا. هل الجزر هنا هيكون سعيد جدا وهو بيتحمر مع البصله؟ طبعا. هيشرب الزبده وياخد اللون وياخد الاحمرار ويستوي اهو وانا شغاله. حلو الكلام؟ اهو اسيبه كده على النار. ونرجع تاني للكوسه اللي بتناديني. الله، حلو الكلام. هنعمل ايه يا عبد الشيف دلوقتي؟ الجزر مع البصلايه اوكي، هنبدا ننزل بلسان العصفور. بجد ما نزلتش بالبسله ليه وبالجزر والكوسه؟ لسه بدري. ادي لسان العصفور بتاعنا، معرفش المساعده بتاعتي جايبه لسان العصفور ده لاقيها تحت الشجره ولا ايه؟ كل ده يا ويلي يا ويلي. كفايه، حلو ده كتير قوي. لسان العصفور ده لما يستوي هيملى الحله دي اهو. ونحمر، بنكسب تحمير لسان العصفور مع البصله والجزر. ده المطبخ اهو. انت لما تعملي اكله زي دي لازم تحط في الاعتبار وانا شغال الترتيب ده. ده مهم جدا يا امي، مهم جدا يا عروسه، مهم جدا يا اللي مبتدئه في المطبخ، عشان ما تتفاجئيش بان الجزر مش مستوي واحنا شغالين مع بعض. نبدا ننزل بالبهارات بتاعتنا الجميله الحلوه بتاعه الريزيتو. الريزيتو ده بيرجع تاريخه لمين؟ للمطبخ الطلياني. طلينا بيحبوه وخاصة الريف الطلياني. الله، بابريكا، كركم، الله. لا الأكلة دي ما فيهاش لا كمون ولا كزبرة. كمون والكزبرة ده في البامية، في الكوسة، فلفل أسود، ملح. حلو، ونقلبهم مع بعض. الله، ونقلب. السنة العصفور بيتحمر، البصلاية بتتحمر، والجزر بيستوي. شفت ده المطبخ وده المطبخ، دي شقاوة المطبخ. والله الأكلة دي لو تعملها لأولادك هتتعيلي بجد. فيها كل حاجة حلوة ممكن تلاقيها، فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن تلاقيها. جوزي بيحب السبايسي مع أكلة حرشة زي دي كده، أعمل له إيه؟ أهو أهو، حلو اهو زي ما انا شغال كده. عجبني قوي ومستمتع جدا وفي غايه السعاده للامانه بصوت الكوسه وهي بتتخانق وبتبكبك مع اللحم الكندوز الحلو. مش عايز امشي من المكان ده. في واحد يجاور السعاده ويسيبها؟ هي دي صانعه السعاده، الكوسه مع اللحمه. نرجع لموضوعنا الريزوتو. طلياني؟ نعم والله. هو ممكن بيسألوني في الكنترول ينفع نعمل الريزوتو برز مصري؟ ينفع، بس مش هيبقى لطيف. مفيش حاجة في المطبخ ما هوش قانون ولا هو دستور. ينفع، بس ايه الفرق بين ان انا اعمل الريزوتو برز مصري او لسان عصفور؟ لسان العصفور تصنيع زيه زي المكرونة، اما الرز المصري ده حصاد، بذور، زرعة. عرفناها دي؟ تمام. المكرونه اللي هي لسان العصفور لما هتستوي مع الخضار هتحافظ على شكلها وشخصيتها في قلب الخضار، فيبان ده ريزوتو. هنحط جبنه موزاريلا ونحط كوسه ونحط بسله ونحط وهكذا. اما الرز المصري هتلاقي الكربوهيدرات والنشويات والرز فرط منك وقلب على ايه؟ مهلبيه. او بالصدق يعني قلب على ايه؟ اكله مشهوره جدا في المطبخ السعودي اسمها ايه؟ السليج. هننزل بالبسله. يا خضارك يا بسلة غنية بالبوتاسيوم، كل ده مع بعض حلو قوي. ننزل بالكوسة وجمال الكوسة. وعلى فكرة لو عندك قلب الكوسة هيبقى أحلى بكتير. قلب الكوسة ما يترميش.
ونقلب. الله، ايه الحلاوه دي يا عم هشام؟ ايه الجمال ده؟ وقلب وخليهم يتعرفوا على بعض، وفرحان جدا وانا بقلب بصوت الكوسه. وانزل بالتومه، العب. ونقلب. شغال انا زي الفل. ظبطين البهارات؟ نسويها كده. يلا بينا. اللهم صل على النبي. وننزل بالماء المغلي سواء من براد الشاي الله اكبر الله اكبر. حلو الكلام. احطه بكله زي الفل. ليه يا عم الشيف كده؟ لان انا عايزه يعجن. ياخد وقته. مفيش عيار هنا، عيار ده كله هيدوم مع بعضه دلوقتي. وننزل بالجبنه الموزاريلا بتاعتنا، وهنشوف الريزوتو دلوقتي بتاعنا اللطيف الجميل. حد يقول لي بقى خضار الكوسه فين؟ اهو البسله، لان انا حاطط ملح. فاكرين وانا بحمر البسله مع الجزر؟ سوري، بحمر البصله مع الجزر. اغطي الحله دي كده واسيبها. نرجع للريزوتو بتاعنا، نبص ايه الاخبار. اللهم صل على النبي. اهو بدا اهوت لسان العصفور يستوي. شفت في الخضار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ كل ما يستوي لسان العصفور كانك بتسلقه مكرونه، كانك بتسلقه مكرونه. او العصائر الطازه زي اللي انا عملته دلوقتي. نيجي للريزوتو بتاعنا، نبص كده على الحلاوه دي، نبص على الجمال. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ معانا من البقدونس مفروم. الله. شفت الاكله دي؟ هتعجبك قوي. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ يا حلوين، زي الفل. تمام، الريزوتو استوى، الخضار معانا جاهز زي الفل. التركايه الاخيره للريزوتو اتعلمناها من الطلاينه، بس احنا المصريين بنعملها. بس اقول لك على الامانه بجد، يعني انت ممكن تحط موزاريلا وجبنه رومي، شفت بقى؟ تاخد الطعم المصري على طول. مع الموزاريلا دي يا سلام، لو حطيتي شويه جبنه رومي. نقلب كده. شفت بقى الشقاوه؟ جبنه بتسيح تديك قوام. دي اكله الريزوتو بتاعنا الجميله الحلوه. في بعض المطاعم تحط بيض، يعني تضرب 3-4 بيضات في قلب الخلطه دي كده، ويقول لك انا يعني بدل ما احط لحمه مفرومه حطيت بيض، وده اختياري برضه. حلو الكلام. ازاي يعني يا عم الشيف؟ شفت الخلطه دي كده؟ انا لو بعمله في البيت هعمل كده، بس امانه يعني، عشان احنا لو جبنا البيض قدام الاولاد وقلنا لهم تعالوا كلوا، مش هياكلوا بيض. انما لما نعمل الحركه دي كده واحنا مع بعض، بص يا زيزو الحركه دي الجميله. وهي بتغلي كده على النار. الله. الله، نفس القصه. حلو. ونقلب. شفت بقى التركايه دي؟ نقلب، هو ده الشغل. الله، شفت الريزوتو؟ بقى هنا بالايه؟ بالبروتين الحيواني اللي هو البيض. ألف هنا وشفا لأولادنا لما ياكلوا. أكلة دي جميلة، طبعا مش هنغرفه غير لما نلاقي خيوط البيض العنكبوتية، إذا كان الصفار مع البياض، تبان كده علامة في قلب الريزوتو بتاعي. نجيب طبق التقديم، ألف هنا وشفا للي ياكل. دي عايزة طبق كبير عشان العيلة والحبايب والقرايب ياكلوا. بتدوري على عناصر غذائية؟ موجودة. بتدوري على قيمة غذائية عالية؟ موجودة. بألف هنا وشفا. بنصح طبعا الأمهات الحامل والسيدات، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، أمهاتنا وعروستنا ياكلوا من الطبق ده، كبار السن ياكلوا من الطبق ده، في كل العناصر الغذائية. البيض استوى؟ طبعا استوى، مجرد ما تحطيه في ماء مغلي زي الفل. تعالوا نغرف الاكل بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تيلا، اوبا.
ألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلة جميلة. كل العناصر الغذائية موجودة فيها اللي بتناسب كل أفراد العائلة صغيراً وكبيراً. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، قدرنا أن احنا نرضي كل أفراد العائلة. اللي بيحب المسبكات عملنا طاجن الكوسة باللحمة، عملنا ريزوتو فيه كل العناصر الغذائية، كبار السن، الأطفال، اللي بيعترض على وجود بيض هم ياكلوا البيض بطريقة غير مباشرة، في عصير يساعد على الهضم ومشاكل الهضم ومشاكل القولون، عصير السموزي، تفاح أخضر، نعناع أخضر مع عسل مع ماء مثلج. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.